مساء الخير من شارع الحمرة. ملامح الأزمة الشاملة واضحة في كثير من مفاصل الحياة هنا في بيروت أو في باقي المناطق اللبنانية التي تحول جزء منها إلى ما يشبه فدراليات مقنعة تتحكم بمواردها طبقة جديدة أو جديدة قديمة من تجار الأزمات على اختلاف وتعدد مستوياتهم. يحصل ذلك مشاهدينا مع فقدان القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين وانهيار العملة اللبنانية وتوقف قطاعات أساسية وحيوية عن العمل. في هذه الحلقة من شارع الحمرة مشاهدينا سألتقي بالصحفيين غسان سعود وجاد غصن هنا في هذا المكان مقهى الحمرة أو كافيه حمرة الذي يعد أحد أبرز المقاهي في شارع الحمرة. حديث في عمق الأزمة وعلى هوامشها في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والإعلام مع صحفيين شابين يتمتعان بحيوية لافتة وبمتابعة دقيقة للأحداث وبتجربة مهنية غنية. أهلا بكم في شارع الحمرة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمرة من مقهى الحمرة كافيه حمرة. هذا المقهى الذي يواجه كما سائر المقاهي وهذا القطاع صعوبات وتحديات كثيرة، وهو كان بالمناسبة أقفل لفترة طويلة بسبب الإجراءات التي فرضها إقفال فيروس كورونا. نحن هنا مشاهدينا في كافيه حمرة معي غسان سعود وجاد غصن. أهلا وسهلا فيكم غسان وجاد في برنامج شارع الحمرة في هذا المكان الجميل. في الواقع غسان وجاد ومشاهدين، إيقاع الحياة يتغير كل يوم مع الوقت. سيكتشف الناس ربما أكثر فأكثر مشاهدين أن أمورا كثيرة، أتحدث طبعا هنا عن لبنان، ستتغير أو تغيرت بالفعل ولن يكون بمقدور كثير من الناس الحصول عليها. زمن رفاهية اللبنانيين على ما يبدو انتهى حتى إشعار آخر، أو زمن المفرقعات كما يقول أحدهم. لأحدهم هو غسان سعود. طيب، حتى الجلوس في هذا المقهى مشاهدينا قد يكون متعذرا، ولعله صار كذلك على كثير من الناس. ماذا يعني أن تدخل إلى دكان وتعجز عن شراء ولا تتمكن من شراء بضع حاجيات بسيطة؟ إنك تبرم وتفتل من أول شارع الحمرة لآخر شارع الحمرة على 5 صيدليات لتبحث عن دواء ولا تجد هذا الدواء. ماذا يعني وماذا يعني وماذا يعني؟ وقص على ذلك أمور كثيرة. نقول هذا مشاهدينا ولا نقول جديدا على أي حال، ولا نعرف كم سيبلغ سعر صرف الدولار. ماذا يعني بعد كل هذه الانتظارات الطويلة للبنانيين في العتمة أو عند محطات الوقود أن تفشل الطبقة السياسية، لا أريد أن أقول إنتاج حلول، على الأقل تشكيل حكومة لأشهر طويلة؟ بأي حال أرحب مرة أخرى بجاد غصن وبغسان سعود. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. كيف وصلتوا لهون؟ عانيتوا بمشكلة بالمواصلات؟ عم توقفوا عن محطات البنزين أو أو سوق سوداء؟ أنا نقلت على موتو من شي شهرين ثلاثة، فببيروت عم زوري بماشي حالي، بقدر أوصل. تمام. أنا بطلت كثير عم بتحرك. بحب الزواريب كثير أنت. أنا بطلت كثير عم بتحرك يعني. شو يعني؟ بالبيت؟ وإذا عندي نزلات ضرورية يعني بنزلها، مش لأنه شغلي ما بيضطرني أتحرك يعني. فإيه يعني بتنطر بعجقة الترمبات، بتنطر بعجقة الترمبات، بس عم جرب خففهم على حالي قد ما في. بس لليوم لهون ما كان في مشكلة. رح أطرح يعني عديد من الأسئلة في سياق هذه الحلقة عن هذه المتحولات اللي بدأنا عن جد نشعر فيها، وكأنه نمنا بليل وفقنا تاني يوم الصبح ولقينا كل شيء متغير. طبعا هناك أسباب وتراكمات كثيرة، أشار جاد غصن أيضا على ما أذكر أنا على الأقل قبل 4-5 سنوات إلى كثير من ملامح هذه المرحلة في على المستوى المالي. بتعرفوا بعض غسان وجاد من زمان؟ زمان منيح. زمان كتير بنعرف بعضنا. قبل الصحافة يعني. أيام التيار. أيام الجامعة بنعرف بعضنا.
ومن بعد الجامعة جات حدا دايما بالصحافة، واحد ما في ما يشوفه كتير لأنه دايما عنده أخبار. فايس فيرسا بقول لك إياها. ثانك يو. هلا بلشنا عم تتغزلوا ببعض. أنت بدك تخنقنا، مش هتلاقي هاي. أبدا أبدا أبدا. أنت كنت في التيار الوطني الحر. صح. كنت منظم في التيار الوطني الحر. إيه. غسان كان منظم في التيار الوطني الحر. أنا ما لحقت أتنظم. كنت على جنب. أنا ما لحقت أتنظم. أنا إيه يعني أيام التيار 2005 كنت أكيد ناشط كتير بالجامعة تيار. من بعد 2005 صار التحالف مع ميشيل مر، أنا كنت كتير نقدي لإله، وبعدين فت على جريدة الأخبار وكنت كنت يعني أنتقد هذا الشيء كتير، فجنرال عيط لي ب 2008 وقال لي خلص يعني وصلنا لمطرح عم تعمل لي كتير وجع راس، سو ما فيك تقول إنك عوني أو شيء هيك، ووقتها بعد ما كان في بطاقات حزبية، سو من وقتها أنا فلت من 2008. بس بقيت بهذا الجو. ايه طبعا يعني حتى هذه اللحظة. يعني انا اصدقائي وبيئتي وكل هيك هني 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 شباب تيار. ولا يعني ما كنت محزب بس انه هني يعني اصحابي. هيدي الصفحة انتهت نهائيا بالنسبة لك جاد غصن. ايه اكيد. عملت مراجعة منذ سنوات. شفت مراجعة انا بوقت القرار تبع الفلي بال 2012 كان لها سبب. انه انا بوقت ايامات الجامعة كان عم يصير شغلتين بنفس الوقت، قناعات السياسية عم تتبلور لتصير هيك لها قواعد، لها قواعد ليش انا بدي انتمي لحزب معين. قبل اذا بدك ورثته انه اهلي كانوا عوميين، كنت عوني، وبعدين صرت مقتني لانه كان في الوجود السوري والاشكالات اللي صارت، وبعدين صار في شغلة بكون قبلانا وشغلة مش قبلانا. في المعارك الاساسية اللي كان عم بيخوضها التيار بفترة 2005 ل 2010 11 12 13 اللي هي الحسابات المالية وإصلاح الدولة، مش إصلاح بنيوي للدولة. نعم. والدولة المدنية كان يحكى فيها. هيدا من مال. من مال تاني في شغلتين مزعجتين، الخطاب الطائفي اللي بيصير يزيد مع الوقت، كل ما تتجي أزمة بيصير بدك تسكر عليها بخطاب طائفي اللي أنا بلاقيه منه حل لشيء، والممارسات لبعض المسؤولين بالتيار مش كلهم لبعضهم اللي بتناقض شعار الإصلاح والتغيير. يعني هجيت بلحظة قلت اوكي بده يكون واحد مش مثالي كتير بالدنيا وقال بيقعد بالبيت، يعني لانه السياسي بدك تحط ايدك بالجي، بس بدي حط زيح اذا تخطوه بصير مبطلت بهالحزب، بدي يكون في وقال اذا بضلني علي هالزيح بصير شو ما يقولوا لي بعمل يعني. وكان الزيح انه يضل معركة الدولة حاضرة واساسية، وتطيروا بوقت شرب النحاس من الحكومة، اعتبرت انه هذا خيار اتخذ. نعم. انه بين الاتفاق السلطوي للمشاركة بالسلطة بقواعد السلطة وبين التغيير البنيوي اللي كان واحدة منهم قصة التغطية الصحية الشاملة المطروحة وكده، أخذوا هذاك الخيار فقلت خلاص. فما بيكون ما في يكون في رجعة إلا إذا التيار صرت أنا عم بشوفه وعم بيمثل لي يرجع نعاتي وحاليا. طيب أنت كان عندك بطاقة حزبية؟ إيه؟ كنت حزبة لـ 2012. أنا وقت تركت استقلت من لجنة الطلاب، كنت مسؤول على علاقات سياسية باللجنة، يعني كنت وصلت لهون وفلت. طيب شو اللي عم بصير يعني حاليا؟ انا بعرف قديش في كتير ناس، وهيدي بدي اقولها بامانه للحقيقه، بحبوا يسمعوا راي جاد غصن او غسان سعود مع بعض ربما التباينات والاختلافات والكثير ربما من الالتقاءات. شرحته كتير باطلالات كتير وبمقالات كتير ايضا عن ما يحصل الان وعن اسباب ما حصل وبعض مظاهر وارتدادات الازمه الحاصله والمفتوحه. شو اللي عم بصير حاليا؟ يعني انا ما بعرف، يمكن عم بطرح السؤال بشكل عام وبوقت يعني تسجيل هذه الحلقه مشاهدينا كنا ايضا عم نسال تحت الهواء اذا في حكومه او ما في حكومه، ما بعرف بوقت موعد عرض هذه الحلقه اذا رح نكون قدام حكومه ولا لا. شو المعطيات اللي عندكم بدايه؟ بتصور غسان عنده اكثر مني. انا بعتقد بتشكيل الحكومه لا شيء كثير صعب، يعني اليوم بعتقد الرئيس عون رح يحط ملاحظات على تشكيله سعد الحريري. الرئيس الحريري حيقول هو غير قابل ياخذ بالملاحظات، يا بتقبلها مثل ما هي يا ما بتقبلها، وبالتالي بنكون رحنا اكيد لاعتذار يعني. وما حاسس انه في شيء اتفاق سياسي بيسمح اليوم بتشكيل حكومه بلبنان. اليوم منا بازمه عاديه تتقول بحلها بشويه ثقه وانه نروق شوي الجو بين اللبنانيين، انت اليوم عندك ازمه سياسيه بنيويه وعميقه جدا. صحيح. عم بتطال كل النظام السياسي اللي معطل. بدنا يرجع في محل لاتخاذ القرار، سنتر هيك بالنص بيتخذ فيه قرارات، لانه نحن حكومات الوحدة الوطنية حولت الحكومة من سلطة تنفيذية لسلطة تمثيلية بتتمثل فيها الطوائف، بيعطلوا بعض ما بيعملوا شيء تاني. بأزمة مالية اقتصادية انت معركتك مع الوقت، ففي عندك قنبلة عم بتدق
في لها توقيت بدها تنفجر فيك. انت كنت عم تحكي عن الوقت من 2020، مشكلة عنا مشكلة مع الوقت. كل ما الأزمة المالية ما في إلى أفق لأنه يصير في عندك استقرار بالتعامل المالي بالبلد، يعني ما في استثمارات بتجي طبيعياً على البلد، ما في واحد يحط مصرياته ببنك طبيعياً، ما في سعر صرف مستقر لتقدر تعرف شو بدك تدفع معاش لموظف. إذا هيدا الشيء منه موجود أنت عم تستهلك بهالشبه هدوء، عم سميه شبه هدوء لأن احنا كان فينا ننط من 1025 ليرة بيومين. إدارة المصرف المركزي عم تخلي هالخزوق يفوت فيك على سنتين تتقدر تخلق استقرار بالحد الأدنى. بس هاي له مد له صلاحية. هاي إذا اللي عم بشكله الحكومة مش عم بشكله الحكومة من هالمعطيات، شو بدي بالحكومة؟ أنا برأيي كلهم عارفين هذا. ما في حكومة وبرنامج إصلاحي وخطة إصلاحية ومبادرة فرنسية تجليد مبادرة الفرنسية. بس بدعي الناس فين يفوتوا على جوجل بنشرت الصحافة بوقتها مندرجاتها شيء 14-15 بند نقط عمومية يعني بلا طعم. هاي منا برنامج ولا شيء، هذا شعار سياسي لأنه في مظلة سياسية لهيك نوع تسوية لفترة مؤقتة لأنه منا برنامج هي. بس الفكرة هي أنت وقت تعمل هالحكومة ليش برأيي ما بدهم يعملوا حكومة؟ ما عندهم مصلحة، مش ما بدهم بهت. مين اللي ما عندهم مصلحة؟ الأفريقان السياسيين؟ أنا برأيي التيار الوطني الحر وسعد الحريري نيناتهم، وأنا برأيي فيك تمد على الكل باستثناء حزب الله، بس هوتنا لأن كان المشكل بيناتهم كثير عم تدرق حزب الله هالأيام. أنت يا جد مش عم برقه خالص لأن أنا ضد هالحكومة. أنا مشكلتي مع حزب الله أنا راح يركض الحريري يعملنا حكومة، مشكلة كمان. بس هو ليش ما بدهم ليها الحكومة؟ طيب أنا اليوم إذا ما عندي أفق حل كميشيل عون، شو بدي اجي اربط حالي بحكومة رئيسة سعد الحريري؟ يمكن نروح على لا انتخابات، يمكن هي تدير الانتخابات، يمكن حدا منهم يطرح تغيير انه الانتخاب، يمكن تخلص انتخابات الرئاسة ولا ينتخب رئيس وتصير هي حاكمة. ليش بدي الزم حالي بشخصية سياسية ما عندها اي وزن الا بالرافعة السياسية تبع الازمة اللي حسب الله عم يجي لك؟ ولو سعد الحريري ما عنده وزن بالمجلس ما عنده اكترية، اليوم الاكترية بثمانية ادار، ثمانية ادار عم تفرض على حالة سعد الحريري. هلا سعد الحريري من ميلته اوكي رئاسة الحكومة ضرورية لإله، بس من تاني ميلي ليش بدي افرض على حالي حكومة موازين القوى تبعها عند 8 ادار داخليا وما عندي غطى سعودي ولا خارجي بقدر بمشي عليه على فترة معينة؟ معقول بكرة تنعكس علي اعلق بالحكومة؟ فهالحكومة الكل عم يتصرف معها انه بده اياها وما بده اياها، بده اياها لضرورة انه يكون في حكومة. يحمل البلد بعد بانك عم تحكي عن السباق مع الوقت، بيحمل غسان ينترك البلد هالقد ويكون مكشوف هالقد وبصير في تحديات كتير؟ انهيار الامن الغذائي، عم ينحكى بانهيار الامن الغذائي بعد فترة، حتى المخاطر الامنية ايضا كمان، يعني على كل الاحتمالات. ليك هلا البلد بيحمل؟ اكيد ما بيحمل، عم بحكي الناس، اكيد الناس ما بيحملوا، اكيد في خطر امني كتير كبير، اكيد في انفجار باي ثانية ممكن يصير انفجار معيش. بس فيك تعمل حكومة بدون المكونات الطائفية السياسية الرئيسية تكون موافقة عليها؟ لا لا. إذا عملت هالحكومة، يعني إذا اليوم إجوا قرروا يعملوا حكومة بدون المكون السني، فيها هالحكومة تحكم؟ أنا بقول ما فيها تحكم، فيها تحكم بلا المكون المسيحي كمان فيها تحكم. يعني فتنا باستمرارية الصراع السياسي اللي والعرقلي وكل هيدا. سو أنا بقول بالداخل ما في بوادر اتفاق سياسي. إذا اليوم الرئيس عون مضى لسعد الحريري، فات بلينكيات ومضى لسعد الحريري التشكيلي، سعد الحريري حيجي يقول أنا مع الرئيس عون ما فيني اشتغل، يا بيضب وبيروح ابو ظبي ومعه كل حكومي. ليش ابو ظبي؟ خلاص على ابو ظبي، لانه هلا هو يعني محل ما عم بيعيش اكثريه وقته. ابو ظبي صارت في يعني في كفه اذا بدك حرده السياسي، بس معه الحكومه وما بنكون عملنا شيء. وفي الرئيس عون يرجع يجيب حسان دياب من اول وجديد، يقول انا بدي ارجع استثمر بحسان دياب ونرجع نستنهض حكومه حسان دياب. وكمان ما في يعمل شيء، لانه اذا في مكون هالقد مقرر يكسر الحكومه داخلي، مقرر يكسر، ومكون خارجي عم بيقول لك بعد ما اتفقنا، طيب ولد داخل الخارج يعني مش ناضج الامور. هلا حتى لو صار في حكومه عمليا لاتفاق سياسي لحل سياسي كبير مش ناضج الامور. في راس انا فيني اقول لك كان الرئيس عون وسعد الحريري متحالفين، طيب وما جيبوا الكهرباء، هن اثنيناتهم، يعني مش حدا ثالث فات على الخط وقال له ما بدي اجيبها للكهرباء، هن بيناتهم. سعد الحريري اخر ما اخر العرض، طلعوا نزلوا اخر النهار اللبناني، كانوا متفقين وما جيبوا الكهرباء. طيب لا بدي فوت عميل الحق، طيب كانوا متفقين وكانوا وزارة البيئة عند العونية وما عملوا حل للنفايات،
طيب اذا كانوا متفقين بعز اتفاقهم السياسي ما قدروا يعملوا هالاشياء، كيف بعز خلافهم السياسي؟ انه شو ممكن واحد انه كيف في واحد هلا يفكر انه ممكن اليوم يلم البلد؟ طيب كيف بيلم البلد يعني؟ شو اللي مكبل الموضوع؟ فقط الاسباب الداخليه اللي عم ينحكى عنها، او فعلا اراده القرار في الخارج منا ناضج لحل كبير على مستوى لبنان؟ انا برايي الخارج شغلته يعمل مصلحه الخارج، ايامات بيسهل لك لانه بيكون مصالحه بتمشي مع رؤيتك لمصالحك، وايامات لا. نعم. بس هيدا ما بيعفي من مسؤوليه داخليه انت تتعامل معه للخارج كيف عم يجرب هو يتعامل معك سلبا ام ايجابا. المشكله انا برايي حلها بسيط ولكن صعب. كيف الحل؟ بده واحد يوصف المشكله. شو المشكله بلبنان؟ المشكله بلبنان احنا بنسميه طائفيه، بس هي تو واحد يسميها باسمها الاداء. بعد مشكله عدم وجود سلطه. الدول هن حاجه، يعني ما حدا بالكره الارضيه بحب يكون في عسكر بيمنعه بيسمح له وضريبه بتتشلح منه. بس لانه الدول حاجه لتنظيم المجتمع خلقت البشريه، يعني هيك قدر عقل الانسان يوصل، انظمه شغلتها بالمختصر بكلمتين آلية سلمية لفض النزاعات. ها هي الأنظمة. نحن نظامنا السياسي بلشنا نفوت عليه تعديلات. كيف وقت تجيب سيارة وتبلش تعدل على اللبناني؟ بلشنا نعدل على اللبناني بهذا النظام السياسي اللي مستورد أصلا، يعني تنحفظ مصالح قوى فوق الدولة. صار نظامك عم بيتطعوج بطريقة طيبطي النظام السياسي، بدل ما النظام وسيله لفض النزاعات سلميا صار نظامك هو اداه من ادوات الصراع السياسي. بس هذا موجود، بس هيك بتخلص موجود منه. بشكل عام بس بيجي واحد صراع على السلطه، مريض معه كانسر بدنا نحكمه، بتقول له بدك تعالج الكانسر، بقول لك هلا ما بقدر اعالج كانسر، فاذا بده يموت المريض. اذا واحد بده يعتبر انه عدم وجود نظام سياسي هو امر مسلم فيه ما حدا في حله، هي بقول لك المشكله راح يكمل وراح يصير لبنان بس بيستقر وقت موازين القوى المحليه تسمح له بالاستقرار، وراح يضل الانهيار العام عم نحكي ماليا صحيح دائم في مد 15 سنه، وفي دول قطعت بهي قصص. بقى نحن منا استثناء بنكون، وفي يبقى التدهور البطيء يمد ويمد ويمد ونعيش على اعاشات من برا ونحول المجتمع اللبناني لمجتمع شحاد، لانه بالازمات يا النظام السياسي بيكون عنده ريسبونسيفنس، يعني قادر يتجاوب مع الازمه فبيعالجها لحمايه المجتمع، يا اما النظام السياسي ما بيكون عنده اي قدره على المعالجه، بصير واحد من اثنين، يا اما بده يطق النظام السياسي باشكال داخلي بالقوه يمكن يرجع يربح، اذا ربح اما اذا ما طق بغير المجتمع. انا برايي السلطه السياسيه بلبنان من حيث تدري ام لا تدري اخذت خيار تغيير المجتمع، هذا الشيء بحافظ على النظام السياسي القائم بشكله الأعوج بتهجير شي 300,000 زلمة. خلينا نروح إلى فاصل. بتشرب مي غسان وبتشرب قهوتك بعد كمان. غسان سعود وجاد غصن في هذه الحلقة من شارع الحمرة من كافي حمرة. ابقوا معنا مشاهدينا بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمرة من مقهى الحمرة هنا في شارع الحمرة الرئيسي، معي الصحفيين غسان سعود وجاد غصن، أو جاد غصن وغسان سعود، معلش من بلش بغسان، أنت الأكبر سنا يمكن. أنا 83. أنت قدي؟ 86. إيه؟ بلش فيك. أنا أكبر منكم اثنيناتكم بالعمر. أهلا وسهلا فيكم مجددا. كيف وصلنا لهون جد؟ يعني معلش السؤال كمان بده وقت، لا ما كثير كثير لانه قد ما تمرسنا فيه عم نجرب نخلصه مع الوقت. الفكره بكل بساطه انه خلصت الحرب اللبنانيه على تسويه وليست بحل، لم تنتج نظام سياسي بل انتجت تفاهم للميليشيات السابقه. هالتفاهم هو انه في عنا نحن حصص بالدوله نقبل نفوت فيها، هالحصص مش ضروري بس مجلس الماء واعمار وسكلين وصندوق جنوب وصندوق مجالس، هولي جزء من القصة ووظائف طبعا من الدولة. في جزء تاني حدا بتصير انه بدي حصتي بالاحتكارات تيصير في مدخول بيرضي الزعيم وجماعته من خلال قنوات زبائنية، وهذه الطريقة بتخلي ولاء السلطة. هذه تتأمن ركبت مع مشروع رفيق الحريري اللي كان بوقتها بده يخلق نظام اقتصادي مبني على السلام الآتي
على أساس بالمنطقة بوقتها كان في جو هيك، واللي هو التركيز كله بالبنى التحتية على بيروت يصير لبنان مركز تجاري للمنطقة على غرار ما صارت عليه دبي. هيدا تيسير في له كمان شروط، لأنه بده يمشي مع الخط السياسي يرضي جماعة الميليشيات، وبعدين فات هو باللعبة، وبدك تحضر البلد. هاي فصارت المديونية بالأول حاجة، لما بدك تعمل مشروعك بسرعة كثير كبيرة وبدك توزع على كثير لعيبة، فعم تصرف أكثر ما عم تجبي. وتتقدر تخلي هالقوى السياسية تشارك بالنظام الاقتصادي بقوتها، ثبت سعر صرف الليرة أنت لتقدر ضلك تستدين، ومن تاني ميلة لتقدر الاستيراد يصير شيء أسهل، لأنه بيصير أنت مدخولك قوتك الشرائية أقوى بلبنان. بلش هالاستيراد، صار أنت مع الوقت، مش مع الوقت، كل عمرك عم تستورد أكتر بكتير من ما عم تصدر، فعم يطلع دولارات أكتر ما عم تفوت. كيف بتعوضها؟ بتجيب دولارات بفوائد عالية. مين بيدفع الفوائد؟ ديون على مصرف لبنان وعلى الدولة اللبنانية. يعني فينا نختصرها، جيل التسعينيات السياسي، الناس ما معها خبر يعني، قرر يعيش على حساب الجيل اللاحق. هيدا هو الدين. الدين هو أنا أصرف اليوم على حساب بكرة، يا صرفي بيخلق فاليو، بصنع من هو وبيع فبربح أكتر وبعطي الجيل اللاحق مصاري أكتر، يا يعني بصرفه نقعد أسهر فيهم. طيب سهرنا فيهم كدولة عم بحكي. هيدا هي إذا بدك بنية الأزمة. من هون النظام السياسي بحاجة لهيك نظام اقتصادي، لأن هول القوى السياسية خصوصاً عم بحكي الأساسيين تبع الطائف اللي زعاماتهم قامت على الزبائنية والخدمات، إذا بتسكرلهم هالحنفيات شو عم بيقدم الحزب؟ فكر ولا ايديولوجيا ولا شو؟ من هون اليوم هي أزمة النظام اللي عم نحكي فيها، نظام الزبائني. طيب متكلين نحن على غسان سعود على كل حال، عم تحكي عن الاستيراد والتصدير وطبيعة النظام فيت بالاقتصاد المنتج، فيت منيح بالاقتصاد المنتج غسان. تصدر؟ ايه طبعا. عم تزرع أول شيء لنخبر الناس شو عم تعمل، يعني قبل ما نقول شو عم تصدر. رحنا عم تعمل شيء تاني خارج السياسي. ايه بعمل شيء تاني خارج السياسي. بلشت من سنتين ونص أنا زرع، وقبل الجهاد الزراعي يعني ما كانت بناء الأوامر. فبلشنا بالزرع، والزرع لهلا كتير كتير منيح. وكنت كنا عم نحكي قبل شوي، هو بيأمن استقلالية، بيأمن شعور حلو. وخليني خبرك، أول ما طلعت أزرع إجا لعندي حدا من الضيعة قال لي إنه هلا بكرة، إنه خلاص شو بدك هلا أنت جاي تحط إيدك بالأرض، إنه أستاذ وصحافي وكل هول الأخبار، بكرة منقدم طلب للهيئة العليا بالثقافة المجتمعية. إيه منقدم طلب للهيئة العليا للإغاثة، ومنقول صار في طوفان بالأرض وبناخد 100 مليون. الأرض قد بدها تطلع لك ماكسيموم 60 مليون. فعن جد في 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 نظام سياسي كان يروح يقول للمزارع بعكار ما تزرع الأرض، قد بدها تطلع لك، في الهيئة العليا للإغاثة بتعطيك 100 مليون بس، وبيجي النايب وبقص على ذلك بالمناطق. هيدا عم نحكي يعني هيئة عليا للإغاثة هي بتدفع بدل طوافين وبدل ما بعرف شو عكار من يضني. طيب هول الثلاث مناطق ما فيك. أنا بس نزلت على سهلنا، ونزلت على سهلنا من بعد ما كنت بارم شوي بأوروبا. تنزل على سهل 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 كامل ما بتلاقي فيه ولا عريشة عنب. أنا بس كان عمري 6 سنين ل 12 سنة ل 13 سنة، كنا عن جد نحن بالصيف نطلع مصروف كل الصيف، ننزل نشتغل بالسهل يعني مع أهلنا ومع غير أهلنا، نزق عنب ونعبي عنب ونشتغل عنب يعني. طيب تنزل على السهل ما كان في ولا عريشة أبدا. خي شو عملت؟ بقول لك إيه، لشو بدنا إياه؟ حدا عنده زيتونة عمرها 1000 سنة، بقول لك لشو بدي إياها يا ستة؟ 30 زيتونة بيعملونا تنكة زيت، بنشتري تنكة زيت. بس غسان أنا هون بين هلالين، هيدا الحديث تاعي كنت عم بحكيه، كيف النظام السياسي بيغير حياة الناس. لما تتثبت سعر الصرف وتعلي الفوائد ويصير محل تبييض الأموال السرية المصرفية والقطاع العقاري، بيصير ما في منطق إنه أنا أزرع بطاطا على شقفة أرض لطلع إكس منها رقم، إذا ببيعها بطلع مليون دولار مثلا. بروح حطهم بالبنك وبعيش منها هيك أولاد بتطير أولاد. بتطير الزراعة من أساسها. بقى وقت ما فيك تدعي اللبنانيين اليوم روحوا زرعوا، بدك شوي تخلق له النظام بيزيد المردود تبع هالنوع من الاشغال على حساب. يمكن كل الدعوات اللي طلعت باخر كم شهر لموضوع، باخر سنتين تحديدا موضوع الزراعه، هي على الاقل الاكتفاء الذاتي ربما بالحد لا الأدنى. بس كمان ليك ربما تكون فرصه لبعدين. ليك كمان هي الزراعه يعني هلا سهل عكار، هلا اليوم هو سهل كتير حلو، مش لانه غسان عم يزرع، لانه في نازحين سوريين بيعرفوا شو يعني زرع، عندهم خبرة. ايه فاليوم هني عم يستثمروا، هني عم يضمنوا أراضي، وهني عم يزرعوا، وهلأ هني عاملين سهل عكار بياخد العال. سهل عكار اليوم مش لأنه في مزارع عكاري،
العكاري بطل يعرف يزرع، كمان راح على الوظيفي وكمان راح على كثير اشياء، صار لك خلص انا هونيك ضامن حياتي. هي فكره انه الوظيفي بتضمن لك حياتك، الارض ما بتضمن لك حياتك، راحت على الوظيفي وراح على بدي زيد عليها اخر فكره اللي هي وقت الشباب بلبنان انت تصير عم تستعملهم، لانه ما بنصدر شيء بنصدر بشر، يروحوا هن يدفعوا مصاري. انا اخر شيء همي اتعلم زراعه، ما انا في احتمال الهجره قائم، شو بدي اشتغل زراعه برا؟ بدك تتعلم شيء ثاني، الارض بتجبرك تبقى هون. صح، هذا كمان هي اهميه الارض. انا بدي استخدم الفرصه اقول انه الزراعه كمان هي شيء مكلف، يعني هي مش واحد بينزل بيفتح باب بيته بيطلع بيزرع. الزراعه هي شبكات ري، هي شيء الدولة لازم تكون عملته، الدولة ما عاملة منه ولا أي شيء. اليوم في بعض المنظمات الدولية عم تشتغله، ولكن هي شبكات ري طويلة عريضة ومشروع، يعني وإنك تأمن مي للأراضي الزراعية، هي حماية الأراضي الزراعية من السرقة، هي البذور يلي كمان كل لازم الدولة تكون عم تأمنه، ونحن هذا الشيء ما عنا إياه، وبس البذور محاصصة وخبرية. فعدة طويلة عريضة. يعني انت قمت بمشاريعك الزراعية بمبادرة فردية؟ ايه، انا بلشت مبادرة فردية، انا عم بشتغل مع جمعيات موجودة بمنطقتي، انا عم بستفيد من كل المجتمع العكاري اللي موجود. يعني حتى شو عم تصدر هلأ صدرنا شهر الماضي بطاطا، هلأ عم نصدر عدة منتجات، يعني هي من الزراعة، يعني ربة، ندورة، بيستو، حبق، صرنا تقريبا 36 نوع. ممتاز. إذا بدك أي شيء جاب ما عندي شك. بس أنا مثلا اللي عم بيعمله غسان اللي هو عظيم برأيي ما أنه متوفر لكل مزارع طبعا، لأنه غسان جاي من خلفية بيعرف يتعامل مع المجتمع المدني، بيعرف الجمعيات، بيعرف مين يساعد، لأنه هولي مش بسيطين على حدا ما طلع شوي من ضيعته، ما بيعرف هول علاقات وين يراكب. بدك أرض، بس هيدا ليك بدك أرض. والأهم أصعب شيء بكل هذه الشبكة هي التسويق. يعني فراس، انا عندي رفيق امبارح طلع بيومين، تحمس وطلع زرع، طلع بيومين 18 طن بطاطا بيومين. هول اذا ما بيعون بجمعه فات بالحيط. يعني ما في طلع حتى كلفه الشغيل اللي شالوه. انا برايي هون تدخل الدوله لازم يكون بالاساس، ربط المزارع بالاسواق، يعني تسير القصه. هي شغلة اصلا يعني اساسية واللي هي بديهية لو فيها دولة يعني. طيب استكمالا اللي كان عم يحكي جاد عن اسباب المؤسسة للانهيار، الاسباب البنيوية في طبيعة هذا النظام اللبناني السياسي المالي الاقتصادي، عدد لي سببين او اذكر لي سببين اساسيين غسان عجلوا بالانهيار، يعني اضافة للاسباب المعروفة واللي حكي عنها جاد. انا بقول من يعني 2005 شو كمان عن الاسباب الخارجية، في عوامل خارجية ساهمت؟ واحد من 2005 انا برأيي بطل الفساد اذا بدك مركزي، يعني بطل قصة مجالس وهيئات وصناديق، صار فساد على جميع المستويات، يعني صار بكل القطاعات، صار في تضاعف لحجم المنتفعين بكثير، وصار السياسي مضطر يعطي اكثر للناس، يعطي اكثر. الصراع السياسي خلى انه بيت الحريري يقولوا بدنا اكثر ما فينا نوزع تنضل نحن ربحانين، وخلى التيار يقول بدي اكثر ما فيني فوت على الدوله ووظف واستفيد وابعث ل يعني استفادات بشكل مختلف. نفس الشيء حركه امل، نفس الشيء كل القوى السياسيه خلتهم يفوتوا على الدوله ينهشوا من الدوله أكثر ما يكون. هيدا واحد. اثنين، كل اللي قالوا جاد ما بيزبط لو ما في إرادة دولية. إجت قالت نحن بدنا ندين سادر، نحن بدنا نحمي، ندين مرة اثنين ثلاثة أربعة نضل ندينكم، نحن بدنا نحمي هاي التركيبة اللي حكي عنها جاد في إلى مظلة دولية. أنا بقول في شراكة بالشركات الكبرى وبالقطاعات الكبرى خارجية لبنانية، خلت كمان الخارج يكون كتير مبسوط يلي عم يعملوا الفاسدين اللبنانيين. ولهيك أنا ما فيني أشوف الخارج إلا كجزء من الأزمة الداخلية. الداخل عنده خطوط حمراء كتيرة، الخارج عنده خطوط حمراء كتيرة. الدول يلي اليوم مثل فرنسا بتحاضر فينا كل وقت بأنه هي بدها إصلاح وبدها الشفافية، كانوا هول السرائيين اللبنانيين عم يروحوا يشتروا يخوت وفلل وقصور وشقق بفرنسا، عم تهاجم بفرنسا كثير هالايام. وضريبه الدخل الفرنسيه ما عم بت... لانه هي كل وقت عم تحكينا فرنسا باعتبارها انه هي الحريصه على مصالحنا. فانت حبيبتي وين كنتي بال15 سنه بس كانوا هول السرائيين عم يشتروا عندك؟ يعني كل الوزراء بس غسان، هيدا مسؤوليتنا نحن بالاساس. يعني أنا
معقول إيه انا عم علق على فرنسا بالسياق في واحد عم بحاضر فيني فخي انت بالزيت ما فيك تحاضر فيني يعني طيب. بفهم مثلا يلي بفهم الماني حاضر فيني بفهم السويدي حاضر فيني اذا في حدا امريكاني حاضر فيني امريكاني اكيد لا ولكن انه انت كفرنسي بالزيت خي ما انت كل هول السرائين هني ولادك يعني هذا الاحتكارات هي شركتك بلشت معك وكفيت كل شيء يوم بنشوفه عندنا كله تركيبتك طيب. فانت بالزيت شو اللي تغير بالنسبه للخارج هلا وعجل بالتالي انا برايي من 2018 هول شركائهم الداخليين بطلوا قادرين يعملوا ديليفري للشيء اللي هن بدهم اياه سعد الحريري رفع الرايات البيضاء لا حزب الله ولا غير حزب الله فهن اليوم صار بدهم حدا يقدر يعمل له شيء مش محبه فينا ولا انه الفرنسي صار بده يحارب الفساد صار بده حدا يرجع يقدر يعمل له ديليفري لاساس المعركه اللي عنده اياها اللي خاصه بحزب الله ما خاصه لا باصلاح لبنان ولا غير اصلاح طيب على فكره انا كثير بفهم نعم. جاد الناشط اي انسان لبناني يحكي بموضوع محاربه الفساد اوكي ليش انت ما بتحكي فيه ما حكيت فيه كثير هذا الموضوع اي مواطن فرنسي يحكي ما بفهم مسؤول فرنسي او غير فرنسي يجي يحكي محاربة الفساد بلبنان بس هيدا يعني هذا الشيء اللي انا كثير بيستفزني سو نحن انا من هيدا اللي قلتها كثير مستفزين والفرنسيين مستفزين كل واحد بتصور بالبلد لانه دعيوني الاسبوع الماضي البرلمان الاوروبي نعم بلجنه فرعيه بصفتي صحافي تحكي عن اوضاع حقوق الانسان والفساد بلبنان وكانت جلسه بدهم يناقشوا فيها قصه العقوبات بعملت كلمه هلا في كم واحد ما عجبتهم ماشي الحال اللي هي باللي عم بيقوله غسان انه اكيد في اسباب داخليه للازمه بلبنان وشرحنا شوي طبيعه العمل النظام بين الفساد والاقتصاد بلبنان تنيجي نقول اخر شيء انه اللبنانيين كانوا راضيين عن النظام بعلمهم ام من دون علمهم بس كانوا راضيين عن القائم بس ما فيني غض النظر انا انه وقت اجى يقع النظام اول مره عملنا له باريس 1 اجى ثاني مره عملنا له باريس 2 اجى ثالث مره بال2007 عملنا باريس 3 إجا مش صايرة أنا على علمي مش صايرة بدول متحضرة قبل بجمعتين من انتخابات بطير حكومة حكما بعمل مؤتمر صادر هذا دعم سياسي للقوى اللي عم تشارك بالانتخابات على حساب أي معارضة طيب ما فيهم يجوا هلأ يحكونا من منطق إنه بنحط نرجع عقوبات على فلان وفلان بدكم تعملوا عقوبات بدكم تعملوا مساعدات بتشترطوها بحسب المبادئ اللي بتعلنوها مش بحسب انه بدي هلا اضرب فلان اضرب فلانتين وبتكون من منطلق مسؤوليتكم بوصول الازمه لهون تتعاملوا مش من منطلق انه في حدا بده ينظر من برا هيدا الواقع تماما صحيح هون هذا ينطبق فقط على الفرنسيين تحديدا الفرنسيين بطلوا دوله عظمى يعني فرنسا مش هيك بيقدر واحد مثل سعد الحريري ام جبران باسيل ام وليد جملاط يعمل كف لمبادره ماكرون يعني انه لانه فرنسا بطلت فرنسا ماشي الحال بس القضايا الكبرى اللي قطع فيها لبنان اللي كانت فرنسا عم تقود فيها كانت بغطاء امريكاني ولا ما كانت بتصير وبغطاء الكل ما الكل كان عم يستفيد منها هون بتصير انه وقتها بال2018 17-18 بعهد ترامب سياسته للتفاوض مع ايران كانت الضغط القصوى اثرت وسرعت صح بس انا ما في يحمل هيدا الشيء مسؤوليه الانهيار لانه اول شيء انهيار سابق لإله ثانيا اذا في دوله خارجيه عم تستهدفني علي اتجاوب معها رد علي باي طريقه مش اشكي الا اذا كنت موقع صحافي مثلا في اشكي بس انا بموقع حكم بتقول لي شو بدك تعمل تجاه الضغوط الامريكيه هيدي بتنطبق على 8 وعلى 14 على الكل على الباقي منهم يعني بعدهم برايك بهيدا الفرز الواضح او خلص فريقين 8 و14 كفريق سياسي بترشح ومدري شو هيدا لا بس تبعية قوى سياسية لمحاور إقليمية أما اندماجهم بهالمحاور بعدها قائمة يعني بالآخر بري فيه اختلف عن ميشيل عون لحدود ما توصل القصة خاصة بوضع المنطقة وموقفك منها بيرجع بيصير في شيء اسمه في تموضعات واصطفافات بتصير هذا بيصير هلأ مهدد إذا النظام السياسي ما عم بيأمن من خلال هالاصطفافات أي شبكة أمان لهالقوى السياسية معقول تبلش تنبش على خيارات أخرى هون واحد بيقدر يقول إنه الانهيار فيه يستخدم كفرصة لتاخد خيار جدي بأنك تروح على مسار جديد المهم مسار جديد مش النط من ألف لبيت نقول إنه هالسكة كلها مش ريكة أنا هديك اليوم قاموا علي على تويتر كيف حكيت عن 8 و14 لأنه كمان في حدا معني بالبلد بأنه يقول لك بطل في 8 و14 أنه هول صاروا من الماضي أنا برأيي الصراع بالبلد ما زال مع حزب الله
وضد حزب الله. بدك تسميه مع حزب الله يعني أساس 8 و14، مش إنه شباب حلوين وشباب مش حلوين. في المشكلة الأساسية المتعلق بحزب الله وموقع وبالصراع والسلاح وهيدا المشكلة خاصة بالعلاقة مع سوريا. هي 8 و14. هلأ فيكن تسموها ضد سوريا مع سوريا ضد الحزب، سموها اللي بدكم اياه، بس هذا أساس اليوم أنا بالنسبة لي بعده الصراع، هذا بعده موجود يعني. بعده أنا هلأ بدي أختلف معك بشغلة. يلا في ناطرين نحن ليك في شيء فايت جديد على البلد. 8 و14 جد بده حزب الله اليوم، بده حزب الله يحكم وعمل مشكلة بهيدي اللي مع الحزب واللي ضد الحزب مختلفين على موضوع الفساد، على موضوع هذا كله صح، ولكن هذا ما بيشيل انه الصراع اساسه بالبلد سياسي. يعني حتى اليوم لما تروح تشوف المجموعات ترجع بتشوف سياسي، بس في حدا معتبر انه هيدي انه نحن اليوم لانه حزب الله حامل فاسدين في مشكلة، لأنه حزب الله موقفه السياسي في قرار السعودي بمحاربة لبنان، لأنه نرجع أساس الموضوع اليوم حزب الله. بس أنا وين بختلف؟ أول شيء شو هي 8 و14؟ هي انتماء لمحاور إقليمية بلحظة تقاطع لبنانية، صار الإقليمي واللبناني كتير متقاطعين، وكان لحظة نشأة شيء اسمه 14 أدار اللي هي 2005 خروج الجيش السوري من لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري. طيب هذيك الفترة فكرة 8 و14، فكرة هالانقسام، فلسفته يعني إذا بدك، هي إنه مشكلة لبنان هي من الخارج، المشكلة بتصير الانقسام أي خارج، هل المشكل بالسوري والإيراني اللي هو عم يحاصر لبنان وكذا، أما المشكل بالسعودي الأمريكاني وربما الإسرائيلي اللي هو عم يحاصر لبنان، بس المشكلة والحل ربط النزاع كله مع الخارج، ها هي 8 و14. فالحل اللبناني يستوجب مدى خارجي. 17 تشرين بالنسبة لي عم تحكي عن انتفاضة 17 تشرين الانتفاضة، نعم، فلسفيا هي قطع مع مرحلة 8 و14. فلسفيا شو جاي تقولها؟ مش بشكل كامل، رح أوصل لك. أنا برأيي مبلغ بشكل كامل اللي هي مقاربة هالأزمات اللي بتبقى واقع، حزب الله، سوريا، السعودية موجودين، اللي هي 17 تشرين جيت تقول في مشاكل خارجية بس مشكلتنا من جوا مش من برا، هي 17 تشرين. الأزمة المعيشية الاجتماعية، أزمة زبالة بالطرقات، ما بدش اتفاق إقليمي تنعرف نلمها، في نظام تعطل، أنا هيك بشوف 17 الكهرباء تشرين. المحروقات كل هيدي المشاكل هون ساعتها نوصل. طيب ليش بيبقى في 8 و14 بالنسبة لألي؟ لأن في قوة. لحظة بس، هي 17 تشرين اللي هلأ أنا بدي أحكي عنها شوي، هي 17 تشرين اللي هي 17 تشرين اللي بعد جمعتين مجيك. لحظة مجيك في قوتين اللي بعد جمعتين شو؟ اللي بعد جمعتين رحنا لانه بيروت مدينه منزوعه السلاح. شو بدي ليك انا رح اقول لك شغله. 17 تشرين يعني انا بالنسبه لي مشكلتنا من الداخل. اوكي طيب انا اليوم مشكلتنا من الداخل في فريقين بطريقه التعاطي مع الداخل. المجموعات اللي حكوا اصلا ببيروت منزوعه السلاح هن اصلا كانوا ب 14 اذار وكانوا باطار الانتفاضه. لحظه او موجودين. لحظه معناتها رجعنا ل 17 تشرين. شيء اسمه سرايا الثوره او هيك بعض الثوار بسموه. بس اسمع لي انا بس رايي كيف بدي اوصل لك لهون تحديدا. انا برايي اولا خلينا نبلش بقوى 8 و14، لو تبددت كقوى بس بعضهم بانتماءاتهم واضحين عندهم مصلحه باعاده احتواء ازمه النظام والازمه الاقتصاديه والاجتماعيه بشعارات 8 و14، لانه هون في صار عصبيات حزبية مناطقية طائفية موجودة بخطاوة، بيصير الحق على الأمريكان، الحق على السعوديين، الحق على مين مكان، بس مهم جوا ما نعمل شيء. فريق تاني عم بيقول لا العكس تماما، هيدا فات على جوات هول القوى تبع 17 تشرين. لأ أنا برأيي صار في منهم فريقين بالوجهة الكبرى، بغض النظر إذا واحد مع سلاح حزب الله ولا ضد سلاح حزب الله، لأنه حتى معالجة سلاح حزب الله بتختلف إذا أنت مع واحد من الفريقين. في فريق عم بيجي يقول المشكل بلبنان ما بيبدأ الحل تبعه إلا ما تحل مشكلة حزب الله، وفريق تاني عم بيقول لا المشكل هو بالنظام السياسي وجزء منه حزب الله. فالفريق التاني أنا بوافقه الرأي، الفريق الأول أنا برأيي في منهم عن سوء نية، لأن هن بيكون طموحهم يرجعوا إعادة إنتاج الخطاب ربما ما بيستبعد أبدا، بس في فريق منهم بلع عن حسن نية مقتنع أنه المشكل هون. جوابي لألهم أنا فليحكم حزب الله. هلا بوصل هذا جوابك. هلا بوصل فليحكم حزب الله. انه اكثر شيء معقول يضر طبيعه الصراع اللي عم نجرب نسعى انه نوصلها، طبيعه صراع يكون الهم الاجتماعي حاضر على الطاوله السياسيه، مش يتاكل بشعارات كبرى والمنطقه واليمن وسوريا والسعوديه. هو لازم نتعامل معهم، بس لازم يبقى في معاش وليره ووديعه
وقطاع مصرفي. اذا بدي حول 8 و14 ل 8 و17 بكون روحت الهم الاجتماعي اللي هو الخرق الوحيد اللي عملته 17 تشرين، انه رجعت الهم الاجتماعي على النقاش السياسي. اما فليحكم حزب الله، لانك سالتني عنه، خليني احكي عن 17 تشرين بعدين. رح اجل رح اجل فليحكم حزب الله بعد الفاصل. أوكي. باختصار بس اوكي. انا بدي اقول انا عشت 14 اذار وعشت انتصار حرب تموز وعشت 17 تشرين. 17 تشرين بالنسبه لي هي احلى محطه ممكن إنسان يعيشه، بمعنى وعينا ب 17 تشرين شفنا مجتمع ما بحياته كان مبالي بقصة الفساد قبل الصراع الاجتماعي اللي عم يحكوا عنه جد. 17 تشرين بالنسبة إلي كان في واحد عم بيقول في فاسد أهم شيء، كان عم بيسميه وكان عم يتصل تيقول أعطينا أكتر أو فرجينا أو وين بعد في فساد، في حدا بضيعته وعي بيوم صلوا بينتخب 30 سنة نفس البلدية. طيب أوكي، قام تيقول شو صاير بهالبلدية؟ شو صاير شو صاير هون؟ شو صاير؟ هي ب 17 تشرين طبعا. 17 تشرين نعم 17 هلا اليوم رحنا على صراع اجتماعي مختلف، ولكن 17 تشرين انا برايي اللي صار بالبيوت اهم من الشارع. شو صار؟ صار بالبيوت في ناس تعرف يعني الاوروبونز والراي العام وعيوا يسالوا شو هالخبرية؟ طيب بدك تشوف جاد ب 16 تشرين وجاد ب 18 تشرين. طيب سوري انا كاتب عن مثلا ميدل ايست 30 سنه ما حدا ليكشني محمد الحوت. ايه اجوا ب 18 تشرين تقولوا لي شو كاتب، شو بتعرف عن محمد الحوت، شو بتعرف عن فلان، شو بتعرف. صرنا عن جد انه اللي بيكون عايش كل الاحباط المتراكم القبل، انه انت بتحكي عن فساد بلديه بيجيك بتشوف على الويب سايت الجريده شافوا 20 شخص. بس ما ردوا هذا الشيء غسان، انه بعد اتفاق الدوحه صار في قناعة عند اللبنانيين انه هيدا الصراع الخارجي المتمثل بلبنان ب 8 و 14 نحن ما لنا دور فيه. 17 تشرين رجعت قلت لهم لكم دور ببلدكم. بس جد قبل الدوحة كمان ما كان يعني ب 14 اذار انا على كل حال كان رح بس كان سياسي في السوري بيمشي حالنا، بس كان سياسي ما كان فساد يعني ما كان ما كان عقل اللبناني مهموم بقصة الفساد الاقتصادي. رح ارجع اسال اذا صلاحية 17 تشرين انتهت او بعدها عمليا، وهي يعني اذا كانت لحظة تأسيسية او لحظة عابرة. على كل حال رح ارجع امرق على الموضوع بالمحور الثالث والاخير. بدي اسال كمان بعد الفاصل شو كان عم ياكل جاد غصن قبل ما نبلش الحلقة، لاني ما ركزت. وقديش عنده المواطن اللبناني بشكل عام القدرة على انه بعد يروح للمطاعم والمقاهي مثل ما كان قبل، وهيدي على كل حال من افرازات الازمة. بدي ارجع لزمن الرفاهي وزمن المفرقعات، ما هي غسان؟ بعد الفاصل. تحياتي مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمرة. من الأسئلة التي تتردد كثيرا هذه الأيام، إذا كنا فعلا يعني نواجه خطر انهيار الأمن الغذائي. لا أعرف إذا كان يعني لدى الضيفين على كل حال جواب واضح في هذا الموضوع، لأنه هذا أيضا من الأسئلة الملحة. بالمناسبة جاد غصن كثير من الناس يعتقدون بأنه متخصص في الاقتصاد، حتى بعض الأشخاص كان عم بيقدمك كخبير اقتصادي. أنا أرفض كلمة خبير يعني بالمبدأ مش عن حالي اقتصادي أو غير اقتصادي. السياسي ما لنا خبرة، السياسي هي شأن عام يعني كل الناس. ما في خبير، ما في حكيم بتروح لعنده بيعطيك وصفة يعني. من حكيم؟ ايه تحديدا حكيم أو طيب من وين جبت هيدي الخبرة خلينا نقول أو الإلمام ب هو اللي صار إنه أنا موضوع المالي والاقتصادي تعملت علوم سياسية، صار عندي مفهوم معين لما هي السياسة، وهالمفهوم بيتضمن فكرة إنه الاقتصاد هو جزء لا يتجزأ من السياسة، لأنه بيحكم علاقات المجتمع بالدولة والقوى السياسية ببعضها. فصرت أنا كيف واحد عامل اقتصاد 6 سنين أنجأ فيهم كورسين عن الاقتصاد ماكرو إيكونومكس كتير بسيط منه شيء مهم. فدائما كان عندي هالعلامة الاستفهام، بس ما كان يكون عندي لأنه مبلش شغل جديد كنت بدك تثبت حالك وكذا. لحديت 2015 صارت أزمة اليونان الشهيرة. نعم. بوقتها اهتميت بالأزمة هونيك، ومن خلالها قررت أنه أنا بدي أشتغل على نفسي بهذا الموضوع تقدر مقاربتي السياسية تصير أشمل. وهيدا اللي صار يعني، ما أخذت لشي سنة ونص يمكن قراءات، وبعرف ناس يعني منهم كمال حمدان ومحمد زبيب شرب النحاس، اسألهم بمواضيع ارجع روح الناس تانين ارجع قاطع انا وتفهم بس اللغة
بعدين بتكتشف انه الاقتصاد شيء هين كثير. علاقتك كيف في ناس بتصعبه نعم. على الناس عن قصد بانك تستعمل مثلا سندات الخزينه واليورو بونز بدل دين داخلي ودين خارجي، يعني تصعيب الكلمات ليصير في عندنا خبير بيعمل وزير. طيب بصير يستعمل مصطلحات معينه يمكن ما حدا غيره بيعرفها. تنشيل النقاش الاقتصادي من النقاش السياسي، ناقشوا سياسة، روحوا انتخبوا سياسة، الاقتصاد يبقى في كارتلات لقطته ويعبر عن مصالحها والناس ما لها علاقة، فصارت معركتي انه لكن خليني كيف انا تفهمت. واضح انه هذا كان كله مغيب بالثلاثين سنة على الاقل الماضي بالنسبة للناس بالنسبة لنا. طيب ها هي الفقاعة تنفجر، كان يمكن تنفيسها لتتهاوى ببطء كما حدث في دول كثيرة، اما هنا في لبنان وجد المواطن نفسه بين ليلة وضحاها عاريا بالكامل، لا مال ولا دواء ولا شبكات أمان اجتماعية ولا حلول بديلة ممكنة ولا إنتاج، وهو مهدد في كل لحظة بانقطاع المحروقات والكهرباء والأكاذيب التي فضحت هنا كثيرة، أبرزها كذبتا القطاع المصرفي وكبار الصناعيين اللبنانيين بعد أن تبين أن مصانعهم ليست إلا معامل تفريغ من البراميل المستوردة الكبيرة في معلبات ومرطبين، مزبوط؟ مستوردة أيضا، وكل مراتبين صغيرة طبعا، وكل ما كان يصنف صنع في لبنان ليس هو في الحقيقة إلا علب في لبنان، مش بس الانتخابات بتتعلب. لكن تبين أن قطاعي الوهم هذين بالتحديد ما هما إلا مفرقعات في مفرقعات، ما يحدث اليوم مخيف كبير وشديد ومخيف، سقط نظام المفرقعات، نظام الفقاعة، نظام الأوهام إلى آخر المقال الذي كتبه في موقع الميادين نت غسان سعود وهو ضيفنا الآن أحد ضيفينا. للي ما شاف المقال شو تقصده تحديدا بهذا النظام؟ نظام السريع كثير حقلك. انا وصغير انا حبيت التسمية على كل. انا وصغير كنا نحتفل على سطح بيتنا بالضيعة بانه الضيعة تدبيرة مين بيعمل احلى مفرقعات. عنا بكسروين صار يعملها نعمة فريم مع جوان حبيش حكيت عنهم. فانا كانوا اهلي يحطوا بهذه الليلة 300-400 ألف، وكان حق البسكليت اللي أنا بدي أبكي كل السنة تيجيبوا لي إياها 150 ألف وما يجيبوا لي إياها. منيح فأخي بهاي بليلة بتجيبوا لي 2 بسكليت. منيح هلأ كبرنا نزلنا على بيروت، تعرفنا على نعمة فريم وعلى جوان حبيش، مهرجان سياحي أصدقائك كانوا يا غسان لمدينة متزوني. نعمة فريم ولا مرة كان صديقي جوان حبيش. أنت معروف بأنه عندك صداقات كثيرة بين السياسيين، مش عم بتتهمك. جوان حبيش رئيس بلدية وليس سياسي، كان صديقي ليوم العمل مهرجانات المفرقعات. نعم لأنا كان رهاني أنه بيعمل رئيس بلدية بيقدم غير نوع لجوني تتقدر تنافس كل المدن الموجودة على المتوسط سياحيا. مليون دولار بنحط على المفرقعات مش مبلغ سياحيا وغير سياحيا. فهيدا الاقتصاد فعليا اقتصاد الحريرية السياسية بكل شركاء بالبلد كان اقتصاد مفرقعات. نحن بنعمل حفلة حلوة بينبسطوا الناس مبهرة. وتخلص الخبرية نعم. مبهرة منحط حقها مدري قديه وبتخلص الخبرية. في واحد عمل اقتصاد هيك، اقتصاد كله قايم على سهم مفرقعات بس. يعني ولا يعني مثلا بيجوا بيقولوا لك انه ما استثمروا بالزراعة والصناعة، استثمروا بالسياحة. خي وين السياحة؟ حتى بالسياحه ما تحول لقطاع منتج ابدا، لك بتحول لصناعه يعني. لحظه شوي، السياحه هي قطاع حقيقي، ما احنا ما عندنا ولا اي شيء من ايه. انا اللي بعرف انك قادر تحول كل ضيعه بلبنان ل لوجهه سياحيه حقيقيه لمشروع سياحه. قلعه بعابك شوف جواتها، واحد يحكي عن القلعه شو طلع جواتها شو فيه مزبله اللي بتصير هاي سياحه. وبالتالي اجوا قالوا لك نحن ما مهرجانات سياحه، يعني معاملتين هيك قصدهم مش هذيك السياحه. اوكي مهرجان باخر موسم مهرجانات خدمات سياحيه باخر موسم مهرجانات نحن غطيناهم صحفيا بولا مهرجان كان فيه 20% نفس المطربين يحملون من ساحه لساحه من ساحه لساحه، ما حدا عم بيروح. انه اللبناني غير ما خي لشو بعدك عم تعمله؟ كله عزايم. طب هذا البادجت اللي عم تعمله لشو بعدك عم تعمله؟ طب وبالتالي ايه عملوا اقتصاد هو كذبي هائلي 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 على كل الناس. الناس كانوا منبهرين مبسوطين، ياي شو حلو عم نسهر عم ننبسط عم عم عم، وفعليا كانوا عم يسهروا على حسابهم وعم ينبسطوا على حسابهم وما بينين ولا اي شيء. وهون ما فينا نحكي عن حزب، ما فينا نحكي عن مدينة، هون عم نحكي عن شيء عام. يعني قد ما تقول عن الوزراء، الوزير ولا أي شيء حد المدير العام، المدير العام ولا أي شيء حد رئيس البلدية، وما في رئيس بلدية إيه رئيس بلدية لا، هذا الشيء عام. ورئيس البلدية تحت هذا بيصرف
مثل صندوق المهجرين ومثل صندوق جنوب، عنده صندوق للرشاوة لكل بيت ببيته، صندوق بلدية بيروت، مثل صندوق بلدية جديدي، مثل صندوق بلدية انطلياس، مثل كل صندوق البلد، في صندوق بلدي هو للرشاوة أهم من كل إدارة للدولة. وبالتالي هيدا عمموه منهبي كبير، يعني منهبي طبعا هائلي. عم نحكي هون نحن مستشفيات، عم نحكي قطاع تعليم، عم نحكي عن كل شيء. وصلنا للحظة بتصور بالأول الألفانيات وزارة المال بتفرض على الضمان الاجتماعي اللي هي مصريات الناس ينشر فيها سندات خزينة. هلأ فلس الضمان الاجتماعي لأن فلس الدولة، كله ربطه ببعضه. لذلك من الطبيعي نشوف هيدي الانهيارات المتتالية المترابطة عملية على صرد البلد على مستوى على آخر نقطة. في راسل كتير بشع انه هيدا كله عن جد ما عملي شيء. يعني انت بتفهم مثلا بقطاع الكهرباء في الفضيحة منيح، في هالمافيا. طب ما بقطاع الطب والاستشفاء كمان ما عندك مستشفى. شو يعني ما عندك مستشفى حكومي ببلد هالقد صارف؟ قد ما هونيك بتقول هالقد صارف على الكهرباء، لك هون هالقد صارف على 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 الطبابة وعلى الاستشفاء. رغم الترويج لصورة لبنان تاريخيا، لبنان المستشفى، لبنان المستشفى، مستشفى المنطقة. طيب الحديث كتير عن الملفات، رح حاول استغل الوقت المتبقي ببعض الأمور اللي لها علاقة بحياتكم حتى الخاصة على مستوى الاجتماعي، ونحن نعيش تداعيات هذه الأزمات كناس كمواطنين، مش بس عم تحكوا فيها، انتوا كمان عم تعانوا منا على المستوى الشخصي. عم تقدر تزور مطاعم؟ انت قلت لي بالبداية انه مخفف كتير على كل حال تنقلاتك. قديش عم تحس انه فرقت معك يعني هذه الرفاهية؟ بدي ارجع لمسألة اذا بدنا نسميها طبعا أنا رفاهية. انا جيت بكير لهون، كنت باجتماع وجيت بكير، فمضطر اتغدى برا، طلبت مش عم طلبت سلطة بس تكون صحتين 70,000 ليرة سلطة. اتخيل انه شو بدها تكون على مداخيل الناس بالبلد هون، مش انه صار زودات اجور بعد ما مشي. هذا الدولة ما اخذت اصلا اي خيار بهذا الموضوع، ففيك تتخيل قصة الدهارات شو هي. بس بنفس الوقت في ناس مكفية حياتها طبيعي، وهيدي يعني كمان نقطة لازم نوقف عندها. في وهم بس خلي كثير عم بسمعهم كثير من الناس انه شو بدكم بالحكي لبنان مفول. اول شيء بدنا نعمل شوية تعريف، طلع على الشارع برا شوف في بوجنا اوتيل على راسي. بس نحن انا قال لي قبل شوي انه مفول، هيدي بس تأكيدا على ما بتقوله. نحن تربينا على فكرة انه لبنان هو بيروت الكبرى، وبيروت الكبرى مش اداريا صحيح، بيروت الكبرى هي فعليا مع ضواحيها جوني تقريبا، هاي بيروت الكبرى لانه هيدا هو لبنان. وعم بحكي السواحل تبع هالمناطق. طيب ايه انه بدك انت 20% من سكان بلد في 6 ملايين زلمة، 20% منهم طبقة وسطى وما فوق، بعبوا لك اياهم كلنا، و 80% ما حدا بيسأل عنهم. مثل ما في خطاب سياسي له سنة ونص شغال انه المودعين، طيب في نص البلد منه مودع. طيب شو عم بيعمل هيدا؟ غير انه بالمودعين في درجات كمان. بقى اليوم بده واحد يشوف وضع البلد، بده يتنقل مزبوط بالبلد، بده يروح على جنوبه، يطلع على البقاع ويطلع على الشمال ويشوف اوضاع كل البلد. وحتى بالاقضية بكسروان ايه في ضيع فوق غير المدينة تحت. البلد صار كتير رخيص على حيالة واحد عنده مدخول بالدولار صح. بس رح نوصل لوقت انا رأيي وان شاء الله ما نوصل له، ما رح يعود مهم حتى اذا بتجيب دولار. يعني عشو بتعلم ولادك بالبلد؟ اذا مستوى التعليم بده يتقهر لاخر محل، قادر تدبر دواك؟ قادر تفوت على مستشفى عندك ضمانات انه مستواها للعلاج على مستوى طبيعي؟ جد يعني ما عاد فينا نقارب الامور فقط بالطريقه اللي كنا ماشيين فيها، انه منجيب مصاري على البلد بيمشي الحل. ما هي المشكله ان الناس كمان هلا ناطره الحل الاقليمي تيجي المصريات. بس شغلي نحن على البلد من سنه 90 لا قبل الازمه بنهار فايت حوالي 300 مليار دولار. اوكي بلد هالقد، في حدا يفرجيني وينهم هال 300 مليار؟ هل نحن بلحظه بتاريخنا كان عندنا مشكلة بدفق الأموال؟ ولا مرة. وأنا رأيي اقتصادنا رح يصغر لدرجة ما رح يكون عندنا مشكل أبدا بكمية الدولارات بتجي. المشكل هو بيفوتوا 300 مليار مثل ما فاتوا ما بيطلعوا. الفرصة بالأزمة نحن فيها، هل قادرين نستفيد من ضعف النظام والقوى اللي بقلبه؟ مش كلهم، مش نفس الشيء، بس بشكل عام لنخفنا نفرض تعديل بشكل آلية الحكم، لإذا فات دولار نقدر نزرعه بهالأرض ويطلع 2-3 دولار، مش على طريقة إبراهيم كنعان يعني إعادة تكوين الودائع، على طريقة إعادة تكوين في فرصة. لك خلينا نطلع عم بيقولوا جاد نحن اللي عم نعيشه هلأ كل هيدا، ولما الناس مستنفرين لنا بعد 17 تشرين. نحن اليوم بسعر المنصة وغير سعر المنصة وكيف عم ينشر الدواء وكيف عم تنشر الكهرباء وكيف كل نحن مكملين ما كأنه مرقنا ب 17 تشرين أبدا. عم بحكي بأنفاق الدولة نهائيا ما تغير شيء بسلوك الدولة.
ليبل بالعكس يعني هلا البرائي بقد ايه صرف رياض سلامي بهي السنه بيشوف انه بالعكس يعني صارف اكثر من اكثر ما كان يصرف قبل منيح بنفس الطريقه بالفوضى بكل هذا الشيء اللي عايشينه فايه عم بيقولوا جاد في يرجع يجي مصريات انا برايي ما حيرجع يجي مصريات انا برايي في حتى اشهار اخر طبعا على الاقل في صراع سياسي كثير صعب يرجع يجي مصريات اذا اجى رجع مصريات من برا وضل اداء السلطه مثل ما هو واضح انه هو بعده يعني واضح من موضوع التدقيق الجنائي لكثير عناوين مين لعناوين تانية لا لا خطه حسان دياب لاصلاح الى كل هيدا واضح انه اداء السلطه بعده ما فرقني معه اي شيء ابدا واضح بالكابيتال كنترول بكل شيء عم يعملوا منيح لما هي الازمه عندك ازمه مواصلات اوكي عندك ازمه خاصه بالنفط بتجي الدوله اللبنانيه بتكون خريطه الطريقه انه تحول القرض يلي هو للمواصلات والقطاع العام والمواصلات تحوله بطاقه تمويليه انه نروح عبوا بنزين روح عبوا بنزين قديش كانوا وفروا علينا لو طوروا قطاع النقل الدولة بهي الازمه بدها ماشي تقول خيي في ازمه نقل هيك تنحلها بشكل جذري ومره واحده عم تحكي تبع عن جد لكل الناس ببيوتها وقت تشوفوا هيك نوع دولة عم تاخد هيك قرارات عادة انت الحياة السياسية والانتخابات والأحزاب عم تنقي نخبة المجتمع شو بدك تسألهم إذا بدهم يرجعوا ينتخبوا نفس الطبقة السياسية خبر شي بيقدر يعمل لك نفس الحل لو ما بيفهم الدولة أوكي شو القصة عطي شوية مصاري للناس زيادة طب ما هولي مفروض تكون أحزاب ودني وعاملين دراسات ليشترحوا حلول وتروحوا على حلول حيالة واحد من دون ما يفهم شو هي دولة بيقول لك خلص تعال وزع مصاري على الناس شو بدك تحكي عنهم هون أنا فعليا بطل أعرف وين حدود التآمر وين حدود الهبل هبل عند مين القوى السياسية نعم حلو خط الفاصل بين التآمر والهبل طيب ما تغير شيء بأداء الدولة من 17 تشرين لهلا مكفيين بنفس المسار وعلى خط موازي بالنسبة للناس واضح انه تأثير الأزمة على قطاعات واسعة من الناس وعم بيزيد اكثر في هيدا التناقض اللي عم بيعيشوه الناس في ناس بعدها الى الان انا عم بالتوصيف ما عم لوم حدا بعدها عم بتكابر وعم بتقول انه ما في شيء بعدني قادر اصرف وروح واجي هيدا شو ما رده شو الاسباب اللي بتخلي بالظاهر على الاقل انه الامور منيحه والامور ماشي لك انا كنت كاتب اليوم وفي هشام حديتي مره كان حاطط هذا الشيء تويت كثير حلو بيقول حجم التناقض بين شباك السياره وبين الستوريز على الانستغرام اللي قاعد في اي مكان وفاتح الانستغرام وعم يشوف الستوريز حيشوف رقص حيشوف حياه حلوه حيشوف عنده 3000 فريند عايشين حياه بتاخذ العقل بين 300 و3000 على الستوريز عايشين شيء بياخذ العقل الحياه الطبيعيه اكيد ما انا هيك مثل ما قال جاد طبعا في بالبلد اخر النهار بالحد الادنى 150 الف بيت عم يفت له دولار اوكي وهول عم يفت لهم دولار اليوم عايشين غير عيشي احلى بكثير نحكي عن مال الاغترابي مال اغترابي ومال داخلي اليوم في ناس موظفين بجمعيات ناس موظفين بسفارات في ناس موظفين باحزاب طبعا نحن عم نحكي بالحد يعني هن بيقولوا لك تحويلات خارجيه بحدود ال 220 الف بالشهر ومعاشات وغير معاشات بدونه لحزب الله 70 الف طيب 290 خلينا المهم في ناس عم يجيهم دولار اكيد هلا قادرين يعيشوا عيشي احلى وكمان اليوم في القطاع الخاص يعني في الميكانيسيان واللي بيصلح مولدات واللي 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 هيدا على تسعيرته صح. طبعا ولكن في الموظف اللي هو ما عنده ولا اي شيء هو الموظفين طبعا. الاكثر تضررا سواء القطاع العام وال صحيح. اغلب القطاع الخاص انا بالنسبه لي بس كان الدولار ما زالك هلا انت سالت عن حق السلاد انا بس كان الدولار ب 1500 كنا انا ومرتي ما نروح على مطعم ومروا على باب بلبنان قاطع المطاعم من زمان منروح انا ومرتي منسافر لانه كنا نروح ننبسط كثير الاسفار كنا نروح ننبسط بهول المصريات بدل ما نروح كل يوم ناكل برا كنا نشمعهم منروح مره بكل شهرين او ثلاثه على قبرص على اي مطرح تاني مطرح ما كان تحس انه انت عم رجعت بعدين بتذكر شجعت السياحه الداخليه طبعا كثير وبتقول لا سياحه داخليه نوعيه يعني في نوع معين من السياحه الداخليه اللي هلا انا كل يوم بعمله يعني انا هلا كل جمعه بنروح انا واولادي بننبسط كثير بحياتنا طبيعه بناخذ منقلنا بننزل على المناره بنقعد بننبسط عادي بنروح على اي مطرح تاني عمل على مطاعم ابدا وانا بقول صراحه من قبل من لما كان 1500 كان شيء كثير خرائي يعني ولا مره كان لبنان بينافس باي شكل من الاشكال اي مطرح تاني بالعالم كان اي مطرح تاني بالعالم احلى من لبنان عم بحكي مطاعم وفنادق وكل هيدا نحن كنا نروح نعيش باحلى اوتيل باوروبا ب 40 يورو بالوقت يلي كان بلبنان هلا هيدا كلامه لغسام بضر بالصوره السياحيه البلد الصورة الجميلة لا هلا صار فيك تلاقي اوتيل ب 40 يورو هلا من بعدها لهي الازمه صار فيك طيب
أنا بدي مدد مشاهدينا وقت الحلقة بس 10 دقائق إذا بتسمحوا لي، ولكن بعد فاصل أخير ابقوا معنا مشاهدينا. نواصل مشاهدينا هذه الحلقة من شارع الحمرة من كافيه حمرة في شارع الحمرة الرئيسي، ونحن نسجل مشاهدينا هذه الحلقة. وصلتنا رسالات نصية وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ما في حكومة زبطت معك، وقال الرئيس سعد الحريري الله يعين هالبلد. طيب الأمور رايحة إلى الأسوأ، المجهول بات معلوما، ربما ما بعرف كيف بده يكفي البلد عمليا، كيف بده تصمد الناس حقيقة. لحظة ما تنهار على الطاولة. أنا ما كنت شايف أنه سعد الحريري رح يكون هو الحل. أنا ما كنت ناطر الأمل. حسيتك زعلت كتير يعني. أبدا. بس أنه عمليا لنحكي يعني يوم جميل لكن صعب. لا بس أنه وجود حكومة أفضل من لا حكومة. بركة سقوط الوهم بهاي ورقة التوت اللي بعدين لزقوها بعد مرة بحجة الوحدة. وكان حكومات الوحدة الوطنية اللي ما في اثنين إلا ما بيقوصوا على بعض إذا صاير لهم. بدك بديل يا جاد، بدك بديل. بركة بتفتح. إحنا ما عنا يعني نافذة. إحنا مشكلتنا بالبديل، بالفراغ اللي عايشينه من 9 أشهر على. هالبديل ما في يخلق إذا كان في وهم الناس بتنطره. أنا بقول لك إيه بالمنطق القريب مدى القصير حكومة أحسن من بلا حكومة. طيب. إذا أنا عارف إنه هالحكومة بلا حكومة بتنزل لي سعر الصرف من 19,000 تعمله 17 لتخلص ولايتها ب100,000، فضل ينط هلأ نطة بركي. هلأ يمكن يكون نط. بيروحوا على مراجعة جدية، أي حكومة جدية تقدر تدير مرحلة انتقالية. بالمناسبة هامش صغير، مين بيتحكم عادة بلعبة الدولار تحديدا؟ بلد صغير نحن في أول شيء أنا برأيي أولا بقصد غير الأسباب الأساسية اللي أدت لأنه أوكي. يطلع بحكي عن هيدي الهوامش فيها في شيء خاصه بقناعة الناس انه هيدا الشيء رايح على نهار اسوأ ولا نهار احسن، وقصة انه نحن بازمة مفتوحة، فاذا انا لا في حطهم ببنك ولا في اتصرف بشيء ومدخولي طالما متوقع رح يتراجع بدي ضلني اشتري دولار، نصير كلنا نضارب على الدولار. والاهم انه نحن بلد كتير صغير، هلا انا اذا بنك ولا قوة سياسية داخلية ولا خارجية اذا بكبل لك 3 ملايين دولار على 4 ايام بالسوق بغير لك سعر الصرف، بس قديش بقدر اغيره؟ 10 وشهرين ماكسيموم. لعبة الدولار لعبة سياسية كمان، ضغط سياسي. أنا بعتقد السياسي فيها تثبت إلى حد ما، بس أنا بعتقد نحن خلص في انهيار اقتصادي، سو فينا نكذب على الناس نقول لهم الحكومة بتقدم أو بتأخر، فعليا في انهيار مالي واقتصادي. بالنسبة لك هيدي خبرية مريحة؟ أي مريحة؟ ما في حكومة؟ ليك مريحة صراحة أنا ما كنت محمس للحكومة، أنا ماني محمس من خلفية وكيمية. شو يعني وكيمية؟ يعني من خلفية كان نجاح وكيم يحكي فيها دايما. أنا ماني محمس لأنه لمزيد من البنادول، إنه نحنا بنعطي هلأ مندحك على الناس 24 ساعة شهر كل ما قال جاد، نرجع آخر شيء خلاص إنه في بلد عم ينهار، تعوا عدوا عملوا اتفاق سياسي كامل، اتفاق اقتصادي كامل، وهون دور الناس، هون دور 17 تشرين تكون فتحة عيونها وعم تواصل وعمل الضغط كل اللي لازم تعمله. 17 تشرين عمليا يعني اليوم ليك انا وجاد طلعنا من شهر، يمكن كنت انا متفائل اكثر انه الناس قادرين يعملوا. اكيد اللي عم بيصير اليوم باذلال الناس بالبنزين وبالدواء وبانه المواطن يصير بده حب الدواء من الزعيم، قبل كان يكون بده عمليه من الزعيم، اليوم صار بده حب الدواء من الزعيم، اكيد هذا الشيء كثير مؤسف، هذا الشيء كثير بتعب، ولكن انا ماني ميال ابدا للاستسلام او لاني اقول حيقدروا يعيدوا عقارب الزمن. طيب. الى ما قبل رح اكسب الدقائق الاخيره المتبقيه، وذكرني جاد اذا نسيت اسالك لماذا تريد ان يحكم حزب الله بالاخير. طمني، اقلعت عن التدخين؟ تمكنت من الاقلاع عن التدخين بشكل كامل؟ هتكون بديار حدا او عم تفكر ترجع لل والله وقفت خان لشي 5-6 أشهر، طلعنا شي 12 كيلو عم نفخ هو سيجاريلو وكذا تا واحد يقدر يضعني. ايه لانه منا هيني. هديك اليوم بعثوا لي صورته، بس ما ترجع. هديك اليوم بعثوا لي صورته عم بدخن سيجاريلو باعتباره انه راس مالي وهيك، فبعثت لهم انه سيجاريلو يا جماعه. لا على فكره سيجاريلو ولا سيجار بدك تنتبه من لا اخر شيء انا المهم مصدر مصرياته واحد من وين. معلش عم بحكي كانه حدا ما في مصدر مصريات يعني، بس الفكره عم برجع افكر دخن بدي اجرب. لا
بس بدي اشوف كيف بده واحد يضاين بكمية استرس. انا اكل جزء اساسي منه مرتبط بستريس. طيب هي مشكلتنا كلنا على كل حال. طيب اقلعت عن التدخين وعن قراءة كتب الحرب الاهلية او بعدك عم تقرأ عن الحرب الاهلية؟ طبعا عم باخذ الفكرة من المقال من عنوان مقال اخير نشر لك في موقع اوان. فكرة انه واحد الاقلاع عن التدخين والاقلاع عن الحرب الاهلية هو واحد بده يقلع عن نظام الحرب الاهلية. الفكرة ما بعرف قديش نحن رح نقدر نستفيد من ازمتنا مثل ما كان عم بيوصفها غسان كمحل للحل، لانه قبل كان واحد يروح عند الزعيم كرمال عملية، عم نوصل هلا لحب الدواء وفاكسين وغيره. الرهان هو انه تحت كل التعب اللي تعبانه المجتمع نتيجة الهزائم المتكررة يكون في شيء عم بيتراكم، الكرامة الإنسانية، كرامة كل واحد عم بتراكمه لينفجر بلحظة سلمية. يعني اللي هو إنه أنا وقت أوصل بدي حبة دواء من زعيم يمكن اضطر الله، بس هاي بدها تحفر فيه شيء، وبده بلحظة يقول واحد شو ما كلفت في هذا. وقت أنت تحط بلاستر نحن رجال في على الشعر فيك تقعد تشيلها شوي وشوي وتوجع على ساعتين وفيك مرة واحدة تصلخها. مني أكيد أنا من قناعت الانتخابات النيابية هي المحل اللي بتخلص في معركة، هي محل تقدر تعزز في معركة تكون محطة. ايه المحطة. المهم واحد قناعته السياسية يقدر يجسدها بخيار يلتزم بخيارات أخرى. خوفي إنه الناس بلبنان بعد لليوم خايفة من تجربة الحرب الأهلية واللي تكررت بمحطات صغيرة 100 مرة يعني بهالثلاثين سنة. تصرنا عم نقارب السياسة بمنطق المقامرة اللي عم بيقامر حط رهان على هالفريق ولا على هالفريق، على هالمحور ولا على هالمحور، واللي هي كيف الزعماء بيديروا البلد اخر 30 سنة، انه تنعكس على خيارات الناس بدل ما هن يروحوا يسعوا للتغيير يراهنوا يعني ينطروا الانتخابات ليعرفوا من بده يربح. اذا تبين انه ورا الستارة في كمية ناس اخذوا الخيار اللي عمل شرعية لفريق ما، بتروح كل الناس توقف معه. والأزمة مش هيك يكون. الأزمة على كل حال أضافت يعني لسؤال الحرب أضافت أسباب جديدة. طيب كان عم يحكي عن سقوط الوهم، وكنت عم تحكي عن سقوط نظام المفرقعات. تذكرت هلا ما بعرف ليه شجرة الياسمين، بما أنها كمان يعني شجرة الأوراق الكذا. شجرة الياسمين هي رواية لغسان سعود، ما بعرف اذا تسنى لك انك تقراها لازم مر لك يعني بوقت سابق. في شجره الياسمين 2 او باسم اخر عم تكتب روايه؟ لا هي بعد وقت او لا، هي شجره الياسمين كانت تجميعة لعشر سنين بجريده الاخبار. نعم. يعني اولبت المقالات بشي روائي. ما طلع عندي حبكه الراوي. فبعتقد ما حكفي يعني، بالعكس حتفرغ للمقالات. عملت تقييم. كتير حلوة بمعنى جمعت اخباري، يعني جمعت سفراتي جمعت مقالاتي بمحل واحد بنبسط فيه بشوفه، بس اكيد ما انا رواية تخليني ارجع اقول انا روائي او بدي روح باتجاه الرواية. طيب سريعا، غسان سعود اللي اشتغل لسنوات طويلة في جريدة الاخبار اللبنانية، قبل كان عندك تجربة ايضا مع نهار ولواء نهار، وحتى ايضا تكتب لي صحف ومواقع كثيرة. جاد غصن اللي اشتغل قبل فترة الجديد بالأو تي في، كان عندك شيء محطة قبل الأو تي في بالبدايات؟ كان في صوت المدى تقريبا شيء 9 شهور. نعم. والأو تي في 8 شهور، والباقي نيو تي في. والآن أنت موجود عبر قناتك عبر يوتيوب. على يوتيوب والبودكاست يعني اللي بيسمعون سمعي. وعم تشتغل أيضا مع ما ببرنامج ألبير كوستانيال إعداد. نعم. مع البرنامج. مع البرنامج. طيب عم تلاحظوا وعم بتشوفوا وبتعرفوا متابعين جيدا التفاصيل، المشكلة اللي عم تعانيها وسائل الإعلام اللبنانية حتى قبل السنتين الأخيرتين. في مشكلة إلها علاقة بالتمويل، وفي مشكلة إلها علاقة ببنيوية بتحدي وسائل الإعلام وتكيفها أيضا مع التطورات الحاصلة. كيف بدهم يصمدوا أولا زملائكم، وكيف كلنا بدنا نصمد بوسائل الإعلام؟ في مقترحات عملية للتخفيف من حدة الانهيار على مستوى زملاء بوسائل الإعلام؟ أنا من تجربتي أنا بقول لكل زميل خاض تجربته الصحفية يروح يقلع شيء لحاله.
بالتفاوت صعب اليوم، اكيد الوضع كتير صعب، ولكن انا بقول كل واحد لحاله، اللي عنده الكفاءه واللي عنده قدره قادر لحاله اليوم ينطلق. اكيد التكلفه على المستوى الفردي اقل من المؤسسي، والربح على المستوى الفردي اكثر من ربحه كموظف في المؤسسه. هلا بتزبط مع جاد غصن او ماغازان صعوب، بس ما بتزبط مع الكل. الكل ما بعرف صراحه كمستقبل الوسائل الاعلاميه لوين رايح ابدا، يعني ما عندي لوين رايح، ما عندي اي تصور ايجابي لوين ممكن يروح. بس انا اللي بعرفه انه في مؤسسات كان ممكن يموت رئيس التحرير وهي المؤسسه تضل ماشي، ما كان مهم الفرد في المؤسسه. اليوم نحن عايشين بعالم السوشيال ميديا، الفرد اهم من المؤسسه. قبل كنت انت تسمع عن مؤسسه اعلاميه، مش مهم مين اللي بيطلع عليها وكيف بيطلع عليها. اليوم الناس لاحقين شخص بهي المؤسسه، بينطروا شخص بهي المؤسسه، هذا الشخص اليوم قادر يكون هو بقى المؤسسه. اللي عم يعملوا جاد عم يعملوا كتير صحفيين. فكرة السوشيال ميديا بس في منهم ما عم بكفوا، يعني في منهم حتى عندهم تجربة على اليوتيوب ما عم بكفوا. ليك فكرة يعني السوشيال ميديا عم يزهقوا بعدين. ليك فكرة السوشيال ميديا مثل ما أنا شايفها برا هي شيء استثمار رايح لبعيد، وواحد يكون عنده إحاطة فيهم كلهم ويعرف كيف بده يستثمر فيهم كلهم. الاستثمار بهيدا المطرح، الإعلام التقليدي يمكن بعد 10 سنين يختفي، بطل موجود؟ لا يختفي لا، لأنه واحد بده يكون واقع اليوم بعده بكمية المشاهد. الإعلام التقليدي أكثر من كل الوسائل البديلة بعده. نعم. المشكل إنه نحن ما عنا إندستري، يعني ما في قطاع إعلامي بيشتغل من بطريقة عضوية من مردوده. نعم. الناس يمكن ما بتعرف إنه تلفزيون لبنان كان تلفزيون شركة خاصة، كانت مؤسسة خاصة، مش كل عمره تلفزيون دولي. نعم. كان في تلفزيون لبنان وتلفزيون مشرق. فلسوا اثنيناتهم ال74 قبل الحرب بسنة، فوحدتهم الدولة واخذتهم صار هذا تلفزيون رسمي. ليش فلسوا اثنيناتهم؟ لانه السوق اللبناني سنة ال74 ما كان يحمل تلفزيونات، سوق الاعلانات ما بيحمل تلفزيونات، يحمل تلفزيون واحد. نحن اليوم انا برأيي السوق الاعلاني بلبنان بركي بيحمل تلفزيونين فقط ومش بالشكل المنتفخ كمان، يعني صار في فترة اسراف بالانفاق. طيب وقتها بده يكون عندك كمان مخالفا لقانون الاعلام وخلافا لكل القوانين المرئي والمسموع، يعني عندك 8 تلفزيونات في منهم حزبيين بالمباشر، بدك توزع اعلانات على هول، خلص هذا صار تمويل سياسي، بصير في نضال لكل صحافي داخل هالمؤسسات ليحفظ هامش له. مع الوقت مع هالكميه المداخيل موازين القوى بهالنضال عم يضعف فيها الصحافي، عم بصير الحلقة الأضعف. صحيح. فأنا بنصح كل حدا قادر يروح على أي وسيلة تانية يرحلة، وإذا حدا لحاله مش قادر بركي مجموعة صحفيين ينتقلوا سوا، بصير في تعاون وتشبيك. بس بدها دراسة كتير، لأنه إمكانياتها يمكن بالأول تكون صعبة، بس على المدى الطويل أكيد خيار أفضل. طيب أنا وقتي خلص، فليحكم حزب الله ليه؟ فليحكم حزب الله ببساطة. كنت عم بحكي أنه اليوم النظام الطائفي المعضل اللي فيه أنه ما حدا بيحكمه، في وهم الحكم، لأنه حولنا مثل ما قلت قبل شوي الحكومة من سلطة تنفيذية بتاخد قرارات وبتنفذها لسلطة تمثيلية قائمة على التعطيل. وشفنا هلأ 10 أشهر نألف حكومة على شو الشريعة، تلت معطل ولا لا عليك عشان نحكي قبل ما تتألف. الفكرة أنه تنسير نظام سياسي طبيعي اللي معه أكترية بالمجلس بده يحكم، بده يتحمل مسؤولية حكمه سلبا بصناديق الاقتراع. هذا كان تحدي مفتوح من 2009، يعني كان السؤال مطروح. طبعا انت قبل شوي كنت عم تحكي عن قطيعة 17 تشرين مع طبعا مع المرحلة الماضية، وعم ترجع تقول ببرنامج وتكنت هو هون السؤال حتى من احد المقالات. فليحكم اي حزب الله، مش حزب الله. أوكي. اي اكترية نيابية موجودة يا بتستلم مقاليد الحكم وبتحكم، يا هي مسؤولة عن اللا حكم اللي هو نظام البلد. الأكترية غسان شو رأيك بهذا الموضوع انه تحكم؟ انا مشكلتي الوحيدة انه نحن ما قادرين نعمل أكترية. يعني انت اليوم بس بدك تعد أكترية، بدك تعد النواب، وين بتحط الرئيس بري؟ ما انا وقت قال له لحزب الله بدك تعمل أكترية لتحكم، هو بده يشوف شو بيعمل بنبيه بري. ما في يبقى في حالة نبيه بري بنعلق عليها كل مشاكلنا بس هي موجودة كل الوقت. شو مشبه هيدا الحالة؟ ايه؟ حالة لا نبيه بري. لا انه في حزب بالنص، يعني انا بالنسبة لي في حزب، يعني انا بالنسبة لي رئيس بري هو حدا مستقل بشكل كامل. طيب. في شخص بالبلد اسمه الرئيس بري، اذا انا بدي اليوم عد الأكترية النيابية وين بدي عده؟ مع تيار المستقبل ولا طيب. مع حزب الله والرئيس عون؟ يعني هون كل فريق سياسي لازم تحالفاته تكون بناء على شيء.
مش انه هذا الشيعي وهذا مدري شو، بس ما حدا بيطيق. انا وقت انتهى بنص دقيقه لكل من غسان سعود وجاد غصن، لوين رايحين؟ يعني انا هلا شايف سيارات وناس رايحين بوجه على الاقل باتجاه الغرب، اتجاه المناره. انا بالنسبه لي اكثر من اي لحظه لوين رايحين محكومه باللبنانيين، اذا راح يعملوا وقفه ليقرروا هن اذا لهم كلمه بلوين رايحين. اذا بيقولوا هاي القصه برا وما لنا علاقه راح تصير برا وما لنا علاقه، اذا بيقولوا لا هاي فرصه هلا لا برا فضيلنا ولا القوى السياسيه عندها حلول بين ايديها، هلا فرصه الضغط. وبده واحد يكون واقعي انه ما راح واحد يجيب معه هيدي وكلها تتطبق، بس هلا فتره اللي تاثير السياسي الداخلي اكبر من اي لحظه سابقه والله، مع كل مخاطرها وكل صعوباتها اكبر من تاثير الخارجي برايك. هلا لو في تاثير خارجي كنا بنشوفه بش طريقه بحكومه سعد الحريري ولا بلا. الامل الوحيد بان احنا اللي رايحين له هو اللي عم بيقوله جاد، اللي هو انه يكون المواطن مسؤول ويقول هذا المسؤول غير مسؤول، اثبت يعني بطل بده واحد يثبت عليه، اثبت بكل الطرق انه هو غير مسؤول. ان شاء الله مثل ما عم بيقول جاد يطلع المواطن مسؤول، غير هيك لانه نحن رايحين على شيء كثير بشع. اذا المواطن ما طلع مسؤول وما اجى قدر يفرض رايه وشو بدي اقول، واذا بدك وعيه، رايحين على شيء كثير بشع. شكرا لكم يعني بهذا الواقع، ما بتمنى انه نروح على شيء بشع حقيقه. شكرا، ان شاء الله يكون في ظروف افضل بالمرحله المقبله. بدي اشكركم غسان سعود وجاد غصن، شكرا لك ممنونك. وبدي اشكر اداره مقهى الحمراء هنا في شارع الحمراء الرئيسي. كل الشكر لكم مشاهدينا، الى اللقاء.